أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيدي أحمد تيجاني وعنا به، آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بعد بقى ما خلصت قصة عبادة العجل وبنو إسرائيل تابوا، فسيدنا موسى عليه السلام بيقرر حقيقة واضحة قررها كل الأنبياء من قبله، وهو أنه لا إله إلا إيه؟ إلا الله. وفي الحقيقة أن أول من شهد لنفسه بالوحدانية هو الله، فقال شهد الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو. يبقى ربنا شهد، والملائكة ثنى بالملائكة، وأولو العلم ده اسمه موكب إلهي مقدس. انت بقى لو شهدت هذه الشهادة وقلت أشهد أن لا إله إلا الله، دخلت في هذا الموكب وانتظمت فيه، وكفى بتلك الشهادة علما، أصبحت من أولي العلم. وأولي العلم قائما بالإيه؟ بالقسط. أشهد أن لا إله إلا الله، خلاص أنت من أولي العلم. هذا موكب إلهي مقدس عظيم ينتظم فيه كل من كتب الله له السعادة. ثم أن الله تبارك وتعالى اختص أمة رسوله صلى الله عليه وسلم بموكب إلهي آخر، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. إيه؟ فيبقى فيه مشهد إلهي عام اللي هو الأولاني، وده مشهد إلهي إيه؟ خاص. فإذا انتظمت في المشهد الإلهي الخاص وأصبحت ممن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وإيه، أنت كده يعني من أولي العلم ومن أهل الدرجات العلى. مش بعد كده بقى. وظل الأنبياء يقولون لأممهم إنما إلهكم إله إيه؟ واحد. إنما إلهكم إله إيه؟ واحد. لحد ما جه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ونزل عليه قوله تعالى قل هو الله أحد. اختصنا الله تبارك وتعالى بأنه واحد أحد، إنما الأمم اللي قبلنا قعدوا لهم إله واحد ومش عاوزين يقولوها، إنما احنا بقى إله واحد أحد. وفي فرق كبير جدا بين واحد وأحد. واحد دي نسبة، أحد ده إطلاق. يعني انت لو في عين والعين دي يصب فيها أنهار، ده نهر النيل وده نهر الفرات وده نهر، لو خدت شوية مية من النهر ده هتقول ده مية نهر النيل ودي مية نهر الفرات. إنما لما كلهم يصبوا في العين هتاخد من العين دي، مش هتقدر تقول دي بتاعت مين، مش كده؟ فالواحدية إن مثلا إيه، ده نهر الواسع، ده نهر الضار، ده نهر النافع، الضار غير النافع، الرافع
غير انخافض. إنما جوه بقى العين ينفع بجنس ما يضر به، ويرفع بجنس ما يخفض به، ويضل بجنس ما يهدي به. جوه العين دي هو ده الأحد. إنما الواحد يعني الصفات، كثرة الصفات. إنما الأحد أحدية الذات، أحدية الإيه؟ يبقى كثرة الصفات وتعددها ده الواحد. هذا هو الإله الواحد صاحب الصفات والأسماء إنما الأحد ديت بقى الذات المقدسة التي لا تخضع لنسب ولا أسماء ولا صفات ولا. فإحنا أمة النبي عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله، ونصلي على رسول الله، ونشهد أن الله واحد أحد. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، ده تاريخ. كذلك كما قصصنا عليك قصة سيدنا موسى عليه السلام، نقص عليك من أنباء ما إيه؟ ما قد سبق. وربنا بيقص على النبي عليه الصلاة والسلام علشان يسليه، وده تجلي عظيم جدا وتحبب وتلطف برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين ان اي تاريخ بيتكتب بيكتبه الاقوياء. اي تاريخ وصل لك هو تاريخ مليء بالاهواء وبالاغراض، لان كل واحد بيكتب التاريخ على ايه؟ على هواه وعلى غرضه، والمنتصر هو اللي بيكتب التاريخ مش المغلوب. فانت ما تعرفش التاريخ ده كتب. انما القرآن لما يسوق لك تاريخا يسوقه بلا غرض وبلا هوى. نحن نقص عليك احسن الايه؟ القصص. يبقى التاريخ اللي موجود في القرآن هو ايه؟ احسن التاريخ. ولكن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ربنا احنا يعني اختص بشيء، ما نقدرش نقول تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، لأن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام فوق التاريخ، فبيتقال سيرة رسول الله. يبقى لما تيجي بقى عند النبي تتأدب وما تقولش تاريخ رسول الله زي ما تقول تاريخ الملوك وتاريخ المشا، لا، تقول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى السيرة ده لفظة مؤدبة ومهذبة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما التاريخ يا إما أشخاص تدور حول حدث، يا إما أحداث تدور حول شخص. صح ولا لا؟ ما هو ده التاريخ؟ ما هو التاريخ يعني إيه؟ يعني حدث مقيد بزمن، حدث مقيد بزمن. وهذا الحدث الذي قيد بزمن يا إما أشخاص تدور حول حدث يا إما إيه؟ طب أنت دلوقتي كإنسان كرمه الله تبارك وتعالى، أنت بطل تاريخك. يعني أنت تبقى الشخص الذي تدور حوله الأحداث، وإن كانت أحداث مش جامدة قوي يعني، إنما دي أحداثك، ده تاريخك. يعني أنت تصحى الصبح من النوم تشوف أنت هتعمل إيه، هتعمل إيه في اليوم ده، إيه الأحداث التي ستدور حولك. ولازم تبقى يعني مهتم بيها، لأن هو ده تاريخك. ما تدورش حول أحداث، أنت بقى ما تدورش حول إيه؟ الإعلام يريدك أن تكون دائما الدوران حول أحداث. يجيب لك حدث ودوره بقى حواليه، كل شوية يجيب لك حدث ودور حواليه. تلاقي الفيسبوك بقى إيه؟ كل الناس عمالة إيه؟ حدث، والناس عمالة إيه؟ تقول. لا، ما تخليش حد يخليك تدور في أحداثه.
لازم كل الأحداث تدور حولك أنت بس، وتهتم بالأحداث التي تدور حولك. سيبك من الأحداث اللي ما بتدورش حولك، أنت مالك؟ دي أحداث تدور حول إيه؟ هم عاوزيننا ندور حولها. الوحيد الذي يشرف الإنسان بالدوران حول شخصيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدور، تكون انت حدث كده تدور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة كانوا ايه؟ كانوا احداث تدور حول رسول الله. الصحابة كانوا يدورون حول ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو انت عاوز تبقى صحابي، دور حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ساعة ما تصحى من النوم لحد ما تنام وانت بتدور حول رسول الله. يعني اول ما تصحى الصبح من النوم تشوف النبي كان بيقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. تيجي بتتوضى هتقول ايه؟ تيجي خارج من البيت، تيجي هتاكل هتقول ايه؟ تيجي تبقى عايش مع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام من الصبح لحد بالليل. انت في هذا اليوم صحابي جليل، وربنا قال كده، قال وآخرين منهم من الصحابة لما يلحقوا بهم. يعني احنا دلوقتي عايش في زماننا صحابة، احنا عايش في زماننا ايه؟ صحابة، اللي هم ايه؟ اللي هم عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، الذين يدورون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى صحابي على طول. ولما تدور بقى حول القرآن، ما ربنا سبحانه وتعالى موجود معنا بإيه؟ بالقرآن. القرآن ده كلام الله، مش كده؟ والسنة كلام رسول الله، يبقى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام موجود بيننا بإيه؟ بالسنة. وربنا موجود بيننا بإيه؟ بالقرآن. فمن ينكر القرآن كمن ينكر الله، ومن ينكر السنة كمن ينكر رسول الله. بس يعني ما حدش ينكر السنة، لأنه كده أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي ينكر القرآن يبقى أنكر الله. أنت ليك إيه بقى من ربنا تاني غير إنك؟ كذلك نقص عليك من أنباء، والنبأ هو الخبر العظيم عما يتساءلون، عن النبأ الإيه؟ ما قد سبق، وقد آتيناك من لدنا ذكرى. ذكرى يعني قرآنا، مش ربنا يقول إنا نحن نزلنا الإيه؟ الذكر. وقد يكون شرفا، وإنه لذكر لك ولقومك. يبقى قد يكون الذكر يعني الشرف، ويعني إيه؟ ويعني القرآن، وكلاهما قد أتاهما الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد آتيناك من لدنا ذكرى. القرآن ده من أعرض عنه فكأنه أعرض عن مين؟ عن الله. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم القيامة ما فيش حد هيبقى محتاج اي حاجة. المؤمن حيبان جدا، المؤمن جدا هتلاقي وشه ابيض قوي منور، هتعرف انه مؤمن. والمجرم هتلاقيه ازرق يعني. والكافر بقى ايه؟ هتلاقي وشه اسود يوم القيامة. فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة إيه؟ فيوم القيامة هتبقى الألوان مش زي الدنيا. لا، الدنيا الألوان فيها حاجة طبيعية، إنما في الآخرة بقى الألوان هيبقى لها إيه؟ مخزن آخر. مخزن إيه؟ آخر. يتخافتون بينهم، دي المجرمين. ما هو المجرمين بقى بيبقوا مع بعضيهم،
يعني ايه كل الزرق يجوا كده، كل ما هيبقوا كده يعني، مش هيبقى مثلا في واحد منور وسط زرق يعني، لا، المنور مع المنورين والازرق مع الايه، دول يا عم دول الزرق ودي كده، دول ده الابيض المنور ودي كده، كل حاجه ليها ايه. يتخافتون بينهم، يعني حتى مش قادرين يتكلموا، منهكين، فبيتهمسوا. يتخافتون بينهم ان لبثتم الا 10، يعني ده احنا ما عدناش في الدنيا ولا في البرزخ الا 10 ايام، نحن اعلم بما ايه، اذ يقول امثلهم طريقه ان لبثتم الا ايه يوما. الله، في ناس بتقول لك لبسنا 10، ناس بتقول لك لبسنا ايه، ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ايه، اللي بيحلفوا عليه بقى فعلا ان هم ايه، ساعه. ده يا جماعه في حاجه اسمها الادراك، اسمها ايه؟ الادراك. عشان تدرك حاجه لازم يبقى عندك الحاسه بتاعتها، يعني عشان تدرك المنظورات ديت لازم يبقى عندك بصر، عشان تدرك الاصوات لازم يبقى عندك سمع. كل لو حاجه ما انت ما عندكش حاسه ليها مش هتدركها. يعني الخفاش عنده حاسه ان هو يستقبل الصدى ويمشي على ويحسب المسافات، دي مش ما عندكش انت، عشان ما عندكش الحاسه ديت. انما انت عندك حواس كتير، يعني انت عندك كم حاسه؟ يلا قول بقى، السمع والبصر والشم واللمس، مش كده؟ والشعور بدرجة الحرارة والشعور بالألم، ما دي حاسة تانية، حواس تانية. والشعور بالوقت، دي حاسة انت عارف انت عدى عليك قد ايه، وانت والتوازن، حاسة انك انت بتبقى ماشي حاسس انك متوازن، مش بت ايه، دي حاسة. الاحساس بالوضعية، دي حاسة. يعني انت مثلا وانت مغمض عينيك ممكن تحس انك عامل صباعك كده، مش كده، وانت مش شايف، دي حاسة. وفي حاسة انك بتحس بالحركة، يعني انت وانت مغمض عينك تبقى حاسس ان صباع رجلك الكبير بيتحرك او ما بيتحركش، دي حاسة ولا مش حاسة؟ مع ان فين بعيد، انما انت متحركه حاسس انك ايه، حاسس. الاحساس بالاهتزاز، يعني لو جبت شكرة ان انا كده وهزتها حطيتها على اي حته من العظم هتلاقيك حاسس بالهزه بتاعتها، احساس. تحديد الموقع، دي حاسه. يعني مثلا انا جيت شكيتك في مكان وانت مغمض عينك، تقدر تحدد مكان الشكه ولا ما تقدرش؟ تقدر. المهم انت عندك حواس ايه كتيره، مش هي حاسه لا. والوزن، حاسه الوزن، يعني لما تمسك حاجه تقول دي اتقل من دي من غير ما تبقى شايفهم. يعني التخن، السمك، تمسك حاجه كده تقول دي ايه سميكه، البينيه. الملمس، دي ناعمه دي خشنه، دي من غير ما تشوف. حواس ربنا مديها لك، بس الحواس ديت محدوده، يعني ليها حدود عندك. بس يا اخي لما الواحد ينام الادراك عنده بيزيد جدا، ولما بيموت الادراك عنده بيبقى مطلق ما لا نهايه. يعني اللي انت فيه ده اقل انواع الادراك، يعني اللي انت عايشه ده هو اقل انواع الايه، الادراك. يعني ايه ادراك؟ الادراك انت مثلا ماشي كده فسمعت صوت، يبقى ده اسمه احساس، ما اسموش ادراك، اسمه احساس. وبعدين بتنتبه، يبقى ده اسمه انتباه. وبعدين بتقدر تعرف معنى الصوت ده ايه، هو ده الادراك. يبقى الادراك هو ادراك المعاني التي
تنتبه لإحساسها، تنتبه لإيه؟ فأنت سمعت صوت يبقى حسيت، بتنتبه بتعرف ده صوت مثلا حد بيغني، ده صوت فلانة، ده صوت فلان، ده صوت، يبقى أنت دلوقتي مدرك، قبل كده ما تبقاش مدرك. طب يا أخي وأنت صاحي أنت بتدرك بالحواس، طب وأنت نايم أنت بتدرك بحاسة تانية خالص، هل وأنت نايم بتسمع بالودان؟ لا. بتشوف بالعينين؟ لا. يبقى وانت نايم بتسمع بلا اذن وبتشوف بلا ايه؟ بلا عين. وانت ميت برضو كده بتسمع سمع اكتر من غير ودان ولا الكلام من الله. يعني 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 في عين، في عين، العين ديت بتسمع وتشوف، العين العين لوحديها بتسمع وتشوف كل حاجة. العين دي موجودة، موجودة فين؟ في قلبك. ربنا جعل القلب من الحواس، قال إن السمع والبصر والفؤاد، يبقى الفؤاد ده حاسة من الحواس وفيها عين بس انت رادمها. لما العين دي تتفتح وتبقى بتشوف، هتشوف بقى من اللوح المحفوظ، شوف شوف انت بتنام العين دي بتتفتح، فبتشوف حاجات. بعد الانتقال بقى العين دي بقى بتبقى ايه؟ مفتوحة جدا، بتدرك حاجات انت ما تدركهاش وانت ايه؟ وانت صاح. انما مع ذلك يا اخي الجماعة اللي ناموا اهل الكهف قال لك لبسنا يوما او بعض ايه؟ الله، ده طب ده انتوا كنتوا نايمين والنوم الادراك بيزيد. المعجزة بقى ان ربنا اهل الكهف دول شال عنهم الادراك في النوم، هي دي كانت معجزتهم، مش ان هم ناموا، لا ان هم ناموا وكمان ربنا شال عنهم الادراك الواسع اللي هو اوسع من الصحيان، شالوا عنهم في النوم فصحيوا قال لك لبسنا يوما او بعض ايه؟ يا يعني ما ادركتوش انتوا. طب والراجل اللي مات سيدنا العزير، سيدنا العزير بقى مات وربنا احياه وقال له كم؟ قال لبثت يوما او بعض ايه؟ يبقى معجزته انه شال عنه الادراك في الموت، يبقى ده شال عنه الادراك في، وده شال عنه الادراك، مش كده؟ ولو واحد اغمى عليه ربنا بيشيل عنه الادراك في الايه؟ وهو صاحي، وهو في الصحيح مغمى عليه، لا نايم ولا ميت. طيب الجماعة دول اللي هم بيقولوا لبسنا يوما أو بعض يوم، أو يعني هنا بقى الجماعة المجرمين بقى اللي بيقولوا إيه؟ إن لبستم إلا إيه؟ 10، وإن لبستم إلا يوما، أمال فين حساب القبر وعذاب القبر والحاجات دي؟ أصل لو كان في عذاب في القبر ما كانش قالوا إيه؟ من بعثنا من مرقدنا هذا، من بعثنا من مرقدنا، يعني كانوا نايمين مش حاسين بحاجة. ودول قال لك ده احنا يوم ولا ساعة ولا، لو كانوا تعذبوا كانت مرت عليهم الثانية بسنين، مش كده؟ يبقى فيه حساب ولا مفيش؟ وردت الأخبار الصحيحة بأن فيه حساب. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان كذا وأما الآخر فكان إيه؟ كذا. قال لك معلش يمكن دي قضية عين، يعني دي خاصة بالاتنين دول، ماشي. وقال فرعون أدخلوا قال إيه؟ ويوم تقوم الساعة النار يعرضون عليها غدوا وإيه؟ ويوم تقوم الساعة إيه؟ ما في عذاب أهو، مش كده ولا إيه؟ قال لك في عذاب، في ناس ربنا هيعذبهم في القبر. ربنا سبحانه وتعالى الناس اللي هيتعذبوا دول هيحط لهم ادراك العذاب، ادراك الايه؟ وهيشيل عنهم ادراك الزمن بس. يعني ادراك العذاب شيء وادراك الزمن شيء اخر.
يعني كونك تحس بالزمن والوقت ده شيء لوحده، وكونك تحس بالعذاب ده شيء ايه لوحده. فالناس اللي هيتعذبوا دول هم دول برضو اللي بيقولوا ايه، ان لبثتم الا يوما، مع انهم اتعذبوا بس لبسوا برضو ايه، هم حسوا بالعذاب بس ما حسوش بالايه، بالوقت بالزمن. فاهمين يا ولد؟ ويسألونك عن الجبال. الكفار بقى بيقول لك يعني طب الجبال دي بقى، الجبال الجامدة دي يوم القيامة دي هتبقى كده يعني. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يمحقها ويفتتها ويهدمها ويزريها ويفرقها، كل دي نسفا. تجد ان كل كلمة يسألونك في القرآن، ويسألونك عن، يسألونك عن الأهلة قل، يسألونك قل، يسألونك إلا هنا فقل، هنا جايب الفيه فإيه فقل، عشان هنا لسه ما سألوش، لسه ما إيه ما سألوش. يعني بيقول للنبي هيسألوك فابقى أقول لهم، لأن هي حكاية الجبال لسه كمان ما حصلتش، يعني الأهل اللي حصلت، يسألونك عن الكذا حصل، إنما هم لسه ما سألوش، وحكاية الجبال دي لسه هتحصل. فيسألوا ومع ذلك هم سألوا، يعني كانوا يقدروا ما يسألوش، ويقول لك احنا ما حدش سأل، يبقى القرآن ده ايه انما برضو سألوا برضو. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها، فقل ينسف يعني لسه حياة، فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا، قاعا يعني ملساء، قاعا صفصفا، صفصفا يعني مستوية، يعني هذه الجبال ستزر وتبقى بقى ايه مكانها، مكان الجبال، مكان الجبال هيبقى أملس، أملس وما فيهوش لأي التواءات، مكان الايه الجبل، وهيبقى مستوي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.